فإذا اليوم أحبائي خليني يعني أقول بكل صراحة، اليوم في كتير منظمات سرية وحركات سرية، والبعض منها على فكرة بيستخدم اسم المسيح، وهذه الحركات السرية بالنهاية هي عم تعبد الشيطان. إذا كانت عبادة الشيطان قديما كانت عبادة ظاهرة وعبادة واضحة عن طريق الآلهة اللي بيقدمها الكتاب المقدس، سواء آلهة المصريين أو سواء آلهة الأموريين أو الحثيين أو آلهة كنعان أو آلهة عمون ومؤاب أو آلهة الفلسطينيين أو آلهة الأرام أو آلهة البابليين والأشوريين، آلهة اليونانيين والرومان، وهكذا بتقدم كل أنواع الآلهة بأشكال وأعمال مختلفة، لكن العبادة هي واحدة، هي عبادة الشيطان. واليوم في حركات اللي هي بتعبد الشيطان علنا على فكرة، وهذا يمكن من ظن أنه هذه الحركات أو عبادة الشيطان يمكن نسمع عنها بالأفلام أو في الغرب، وبتستغرب أن اليوم حتى في بعض الدول العربية بكتير حركات سرية اللي بتمارس هذا النوع من العبادة وبتقوم في أمور فظيعة وضد القانون وضد أمور كثيرة، لكن الهدف واحد هو الضلال أحبائي. فهذا عمل الشيطان، بيعمل عن طريق الضلال بضل الناس، يعني هاي واحدة من الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس.